بعد الفوز في اخر مباراه في الدوري، حضرتك مع استمرار سواريش مع الاهلي ولا رحيل؟ لا، شايف ان نتايجه في اخر كام ماتش ما كانتش كويسه خالص، محتاجين ندي فرصه لحد تاني. ممكن نحاول نرجع فايلر، في كلام كان على كيروش، في ممكن في ناس تانية كتير كوف اكتر يعني. لا بصراحه انا مش شايف ان هو يعني مدرب كويس او متقن اللي هو بيعمله قوي يعني، مش شايف ان هو ممكن يكمل مع الاهلي كويس يعني. انا شايف ان في مباريات كتير بيخسرها، ومن ساعه ما جه يعني ما شفتش مباراه كويسه قوي الا كام واحد من يعني مباراتين مثلا او حاجه. للاسف لا، في ناس كتير بتقول ما خدش فرصه واتظلم وكده، لكن النادي الاهلي متهيألي تطلعاته اكبر من كده بكتير. سواريش ينفع مع الفرق المتوسطه في الجدول، لكن الاهلي عايز مدرب خبره ويكون على قد المسؤوليه ويقدر يحطه في حته تانيه، لكن سواريش لسه بيجرب لعيبه، بيجرب نظام الجدول المصري، الفرق المنافسه، وده ما ينفعش مع الاهلي. لا انا مع طبعا ان احنا نغيره، لان احنا كان عندنا بديل اكفأ ومشيناه، ودي كانت غلطه كبيره، فمهما كان لازم نتحمل الغلطه ديت ونشوف البديل ده هيرجع ازاي ونوفر له البيئه المناسبه اصلا ان هو يشتغل فيها، لان مش الحل ان احنا حد فشل ان انا عشان كسب مره واحده ان انا هسيبه يكمل، لا تحصل عواقب احنا مش قدها. والله انا مبدئيا كده انا زملكاوي، ف انا مصلحتي بناء على النتائج وبناء ان احنا خدنا الدوري طبعا اتمنى ان هو يكمل يعني، لان انا شايف ان هو ممكن الاهلي ما يبقاش معاه يبقى احسن والكلام ده كله، بس كمنافس يعني مش اكتر ولا اقل يعني. طبعا انا شايف ان سواريش ده مدرب كويس، لكن هو ما خدش حقه، نديله الفرصه وبعد كده نحكم عليه، لان هو بالناشئين وبماتش زي امبارح عمل ماتش حلو قوي، وبشويه شباب عمل فرق كبير قوي. مش هخش في تفاصيل تانية، او مثلا نادي الزمالك او حاجه زي كده لعب بالناشئين، وممكن زميلي زملكاوي يزعل بحاجه زي كده، ما حققش نتيجه كويسه، فالراجل ده لا، انا حاسس ان هو ممكن تديله فرصه هيعمل حاجه كويسه قوي قوي قوي، لانه عنده فكر، وكمان عنده كاريزما كده الاهلي غايبه عنه بقاله فتره، اللي هو قريب قوي من اللعيبه. في مدربين كتير بتيجي بس عامله ما عندهاش كاريزما ان هو يتعامل مع اللعيبه، لكن سواريش انا حاسس كمشجع اهلاوي ان هو عنده الكاريزما دي. والله المباراه الاخيره ما كانتش وحشه يعني، 4-0 شايف ان هي مش وحشه خالص. بس خلينا نقول ان الراجل لسه بيبتدي حياته، فمش عايزين يطلعيشه والكلام دوت يعني، هيمشي هيروح فين يا عيني، فخليه في الاهلي زي ما هو، هنشوف هيكمل هيعمل معاه، بس يعني ده رايي الشخصي، مش يعني يخسرهم بقى مش مشكله عادي. الاهلي محتاج يغير كل انصاف اللعيبه، الاهلي دايما هو منتخب مصر، معظم لعيبه المنتخب من الاهلي، فينفعش لاعب تألق مع فرقة في منتصف الجدول الأهلي يخطفها ويبقى مخزن للعيبة. الأهلي المفروض يبقى فريق النجوم وليس مخزن للعيبة، لأنصاف اللعيبة. محتاجين نغير حاجات في الهجوم أكتر، حسام حسن محتاجين نمشي الناس دي ونشوف مهاجمين تانيين يكون الكواليتي بتاعتهم أحسن يعني. ميكيسوني مثلا، ميكيسوني مش عاجبني خالص، وأداء الأهلي ما بقاش زي الأول، وفي لعيبه كتير مش حاسس ان هي ممكن تكمل مع الاهلي يعني. متهيألي المدير الفني هيبقى انسب ان هو يجاوب عليه، انا مش هبقى احسن حد يقول الاجابه ديت، بس احنا خط الهجوم عندنا محتاج يتظبط. والله هو فكره ان الاهلي دايما ما بيعتمدش على قطاع الناشئين من ساعه جوزيه يعني، انا بعتبر ان الموضوع دوت دايما الاهلي بيجي على حته الناشئين دي جدا، ولولا طبعا الموقف اللي حصل واجهاد اللعيبه والكلام ده كله ما كانش الاهلي اعتمد على الموضوع دوت، ونفس الحكايه ينطبق برضو على الزمالك يعني. فكره ان احنا عندنا قطاع ناشئين كويس ما بنعتمدش عليه، وفكره كمان ان الحته اللي انا عايز اقولها ان قطاع الناشئين عندنا اعمارهم كبيره جدا يعني، لما يكون مثلا بشوف في الماتش مذيع بيقول لك ناشئ مواليد 99 يعني عنده حوالي 23 سنه، ما فيش ناشئ عنده 23 سنه، فاهم قصدي فين؟ فدي برضو في حد ذاتها حاجه غلط، بس هي بتاخد الناس بتاخد فرصتها متاخر. فده اللي بتمنى يعني الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك ان هم الفتره اللي جايه يعتمدوا على قطاع الناشئين اكتر. لا هو بس يعني انا ما اقدرش ان انا اقول حاجه زي كده، انا كمشجع عايز مصلحه النادي، ولكن قرار الاداره قرار المدرب دي حاجه بتاعته هو، ولكن انا كمشجع شايف ان اللعيبه بس عايزه حد يفوقها شويه، حد قائد يفوقها شويه، لكن مين يتغير مين يروح مين يجي، انا عايز المصلحه للاهلي وعايز اشوف الاهلي ده احسن حد في الدنيا بس.